يا ما في كل الإمام يجي جفا
ما لم يحيي الظما Yeah.
غائبا أشنا باقي عن مرحبا
بكل زمان بكل انما
Yeah.
يشقى
في كل زمان.
يهدوه كل امتحاني وقاموه كل النواصي تطهروه من كل رجل فكل تطهروا من كل ريح فكن بالطفر ناصي وولي الأمر يقلك قول يسري في الأمة فاحذر يوم أن تعصي هل تعصي قول المهدي قال اسمع واستهدي بالمرجع حين يوصي فولي الامر ادرى فاتبعه فهذا احرى الا تشكل في النص ان تعصي تستكبر فتتهوي فيما تعفر وتلاقي وولي الأمر قمة قول يسري في الأمة فاحذر يوما أن تعصي هل تعصي قول المهدي قال اتبع واستهدي بالمرجع حين يصي فولي الأمر أدرى فاتبعه ولي الأمر أدرى فاتبعه لا أحرى ألا تشكل في النص إن تعصي أو تستكبر فستهوي فيما تحفر وتلاقي بدوى المقصير إن تعصي أو تستكبر فستهوي فيما تحفي وتلاقي حلو المقصير وولي الامر قمه قول يسري في الامه فاحذر يوما ان تعصي هل تعصي قول المهدي قال اسمع ثم استهدي بالمرجع فينا يوصي تكبر فستهوي فيما تعبي وتلاقي حلو النصير هذا مذهبي والوادي في فكري أمل باقي تكرم في نقابه ما يرتى به أخضع هذا
أمل باقي
شكل من فا أحيي ذكره في نور وبه ما يرضى به أخضع أمري ولمأمري طائع ينهى فيرى نهيا ماذا ضرني لولا ينتهي من لا يدرك المنفى الشمس التي إشراقاتها تعلو كوكب الأرض ماذا ضرها لو قيل لنا ما كانت هنا تخلى يا فاجرا تجدد يا
سحرت أنفسنا نواهي سماء. هل غيرت نفس شذوذا؟ هل أتى بها صلاة؟ قل طالما كانت إن جاء المهدي كارفا ستدعو له كفافا. وما هي إلا هوانا وسوء تخشى ابتغاء. هل غيرت نفس شذوذا؟ هل أتى بها صلاحا؟ طالما كانت تغاضي في غيرها ليلا صباحا. يا المهدي كيف ستدعو له كفاحا؟ وما هي إلا هوانا وسوء تخشى ابتغاء. فينا ويرى كم يهوينا ويرى كم عصبيا ويرى كم عصبيا. أيسر المهدي فينا ويرى شر يهوينا ويرى كم عصبيا عصبيا. إن تغضب فهي الأصنام تغشيا ومع الأنفاس خفيا ومع الأنفاس خفيا. فإذا حسنات تقطع فيه ويرى الأدناس نقيا ويرى الأدناس نقيا. أيسر المهدي فينا ويرى شرا يغوينا ويرى فعل العصبية ويرى فعل العصبية. عصبية إن تغضب فهي الأصنام تكشف ومع الأنفاس خفية ومع الأنفاس خفية. فإذا المولود تعصب لدويه أنت ستذهب وتضيع منك الضياء. ويرى أقام أبيه حسنات تقطع فيه ويرى الأدناس نقيا. ومع الأنفاس خفيا ومع الأنفاس خفيا. فإذا المولود تعصب لذويه أنت ستدعى وتضيع منك قضيا. ويرى آثام أبيه حسنات تسطع فيه ويرى الأدناس نقيا ويرى الأدناس نقيا. ويرى آثام أبيه حسنات تسطع فيه.
عصبية إن توصف فهي الأصنام وتكشف ومع الأنفاس خفية. عصبية إن توصف فهي الأصنام وتكشف ومع
لقية أيسر المهدي فينا ويرى شر يغوينا ويرى فعل العصبية عصبية إن توصف فهي الأصنام وتكشى ومع الأنفاس خفية ومع الأنفاس خفية فإذا المرقود تعصب لذويه جسدت عنا وتضيع منك قضية حسنات تقطع فيه ويرى الأنفاس نقية ويرى الأنفاس نقية عاش عصبي عاش تحصل فينا ويرى الأناس نقية ويرى آثام أبيه
سنابل تسطع فيه ويرى الأدنى سنقية يسر المهدي فيها ويرى شرا يغوينا ويرى فعل العصبية ويرى فعل العصبية عصبية إن توصف فهي الأصنام وتفشية ومع الأنفاس خفية ومع الأنفاس خفية فإذا المولود تعصب لذويه أنت ستتعايا وتضيع منك قضية وتضيع منك قضية ويرى أخطاء أبيه حسنات تقطع فيه ويرى الأدناس نقية ويرى الأدناس نقية يوما سعيدا
إشراق الأمال في انتظاري تبخى إذا رأى عظمى التجاني وأوفى تهوى الصلاة سيصنع
فيها ويا الفيض الاصلاح فيها ويا الطيب فيها الدمار فاذا المهدي تقدم سيلاقي الهول الاعظم ممن يستعجل شخصه فكثير يحسب حسبه ويراها دون الرغبة فيلاقي فيها غصة فكثير يحسب حسبه ويراها دون الرغبة فيلاقي فيها غصة وكثير يطلب حلوه فإذا جاء له ولا وتقطت عنه الفرصة أسفا يا من تتألم تعادي روح البلسم فلأنت أمره قصة أسفا يا من تتألم وتعادي روح البلسم فلأنت أمره قصة فإذا المهدي تقدم سيلاقي الهول الأعظم ممن يستعجل شخصه فكثير يحسب حسبه ويراها دون الرغبة فيلاقي فيها غصة وكثيرا يطلب حلا فإذا جاء له ولا وتقطت عنه الفرصة أتفنّى من تتألم وتعاده روح الفلسلم فلأنت أغرب قصة فإذا المهدي تقدم سيلاقي الهول الأعظم ممن يستعجل شخصا فكثير ويراها دون الرغبة ويلاقي فيها غصة حيدر وكثير يطلب حله فإذا جاء له ولا وتقطت عنه الفرصة شخصا فكثير يحسب حسبه ويراها دون الرغبة ويلاقي فيها غصة وكثير يطلب حلا فإذا جاء له ولا وتقطت عنه الفرصة أسفاً يا من تتألم وتعادي روح البلسم فلأنت أغرب قصة هذا يطلب المهدي عاجلا دون عمل يرضي وذاك يعمل بل لا يفقهها الأعمال الثقبى عاجلا دون عمل يرضي وذاك يعمل بل لا يفقهها الأعمال تقبل
يقصد يطلب المهدي يقصد يطلب المهدي وهو فعلا يرفض المهدي بكشية Hey.